خليني أكلمك أكتر برضو على مطروح مع العمدة عمران القناشي أحد مشايخ مطروح. زاخ يا شيخ عمران. اولا اهلا وسهلا بيك، وانا اسمح لي بس بالبدايه ان انا احييك واحيي البرنامج الرائد اللي فعلا بينقل كل نبض الجماهير وبيتابع الاحداث، فدي انا تحيه واقفه في اول كلامي. الله يكرمك، العفو ده على راسنا، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. زي ما احنا بقى ترمومتر للتفاعل مع الفضائيات ونعرف نقيس مدى اداء القنوات الفضائيه وتجاوب الناس معاها، فانا بحيي حضرتك كلك كفريق عمل يعني. الله يحفظك يا رب يا شيخ عمران. طمنا على مطروح وعلى الشغل وعلى التنميه، وطمنا على اهل مطروح. مطروح حاليا على قدم وساق، يعني انا بوصف لك الوصف تفصيلي. مطروح حاليا يعني بتقف على اطراف اصابعها، استعدادات بتجرى على اعلى مستوى تمهيدا او توطئه الاستقبال فخامه الرئيس بكره ان شاء الله باذن الله. مطروح النهارده بترتدي حله وعروس جديده يعني في مطروح، تتزين شوارعها واعلامها والصور فخامه الرئيس. طبعا ده عشق ابناء مطروح لفخامه الرئيس، لان سياده الرئيس عاش فتره طويله في المنطقه الغربيه في اداء الخدمه العسكريه. سياده الرئيس عندما نظر الى الحدود الغربيه كان يدرك تماما اهميه بقعه نائيه عن مصر، كان لازم يحصل فيها تطوير، صح، كان لازم يحصل فيها تنميه، كان لازم رساله لكل الحدود المجاوره لينا والمتاخمه لينا ان في امن وفي امان في مصر. ودي رساله كبيره صيني طبعا، لان الرساله ديت جواها حاجات كتير قوي. احنا دوله لينا ثقل استراتيجي في المنطقه، لينا بعد قومي وامن قومي، عشان تعمل مشروعاتك في اقصى الغرب في اقصى نقطه حدود، لا ده موضوع لازم نقف عنده طويله. صح. فاحنا النهارده في يعني حدث بيلصق صدورنا، كلنا فرحانين، كلنا بنشهد مولد جديد لمطروح. زي ما ساعتها بتسالني اخبار مطروح، ايه؟ مطروح بتتولد من جديد. ما شاء الله. خلينا نقول هذا المصطلح، مطروح بتتولد من جديد بعد فتره طويله من الاقصاء والتهميش على مدار عصور فاتت، لكن النهارده مطروح كانت مخبأة عشان كنز في داخل مطروح النهارده بدا يصاب. عارف يا شيخ عمران، انا رحت مطروح مره واحده في حياتي، اظن كان سنه 2001 او 2002، وكنت بتساءل من ساعتها انه احنا ازاي نسيب الحته دي كده، لانه ما شاء الله جنه من جنات ربنا موجوده جوه الحدود المصريه. وبصراحه ودون مجامله والله، انتوا طيبين في المطلق، طيبين قوي يعني، قوي 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 يعني، واخلاق الدنيا. والله انت بتقول النقطه دي لمستني جامد. ليه؟ انت بتقول رحت سنه 2000 مطروح كانت تقريبا يعني عباره عن دره عايزه حد يلمعها. فجانا فعلا، جانا الفارق المغوار فخامه الرئيس بعينه المحنكه وبعين الخبره وبالنظر الثاقبه، قدر فعلا يسلط الاضواء سواء مدينه العالمين الجديده، راس الاكمه الجديده، مشروع الطاقه النوويه في الضبع اللي هو فعلا النهارده احنا دخلنا النت النووي لتوليد الطاقه النوويه من خلال الاستخدام السلمي للطاقه النوويه. صحيح. مشروع ميناء درغوب اللي النهارده بدانا نصدر من خلال هذا الميناء لاوروبا اللي هو الملح الصخري. صح. اقول لساعتك في دكه جديده لجنوب الضبع 1.5 مليون مكان. لا لما نيجي نتكلم، معلش، لغه الارقام هي اللي بتحدد. الله ينور. يعني احنا لما نتكلم بلغه الضاد او اللغه العربيه بندي كلام منمق، لكن في الاخر زائد واحد زائد واحد اثنين. الله ينور. احنا النهارده انا على مستوى شخصي انا بقول هذه المشروعات لابنائنا واحفادنا. صح. ابنائنا واحفادنا. صح. هينالوا من رغد العيش في الفتره الجايه اللي احنا بنتمناه انا وحضرتك وغير بيتمنى ولادهم دايما ان يكونوا في ولادنا واحفادنا والاجيال الجايه هم اللي هيستمتعوا بكل ده. وانا بحيي برضو ابناء مطروح من خلال تاثير الاذاعه البرنامج، يعني ابناء مطروح طواعيه سلموا كل الاراضي اللي تحت منهم للدوله لانجاز هذه المشروعات القوميه العملاقه. ونسيت اقول لحضرتك في القطار الكهربائي السريع النهارده برضو في بصدد انشائه واللي شغالين فيه، توسعه الطريق المؤدي من القاهره للمطروح. لا ده في حاجات كتير المجال لا يكافى ان انا اقولها، لكن احنا النهارده عارفين ان في نظره ثاقبه مسلطه او زي ما بيسموها سبوت على مطروح. ايوه. لا مطروح النهارده في ودان فخامه الرئيس،
مطروح النهارده ساعتك لما تيجي المطروح تحس مطروح اتغير كتير. يعني ساعتك جيت سنه 2000 لا المطروح بتاعت 2000 دلوقتي لا مطروح 2023 لا دي حاجه ثانيه حاجه ثانيه. واحنا فخورين واحنا خلي بالك احنا طبعا كمواطن عادي بيشعر بهذه الانجازات بيشعر انا كده لازم اجي لك مطروح ونتمشى سوا نقعد لنا يومين ثلاثة نقعد نتمشى ونلف ونصور والله ما بهزر ده انا اللي اتشرف ما تقولش كده نصور ونتكلم ونتغدى برضه ونتعشى يعني كل الحاجات كل الوجبات هناكلها ربنا يخليك. حضرتك النهارده يعني بتسلط الضوء على محافظة انا بقول ده حقكم علينا ده كان لازم يجرى من 40 50 60 سنة كمان ده حقكم علينا يا شيخ عمران. بص هو انا جاي لك ده شرف لينا والله انا اللي اتشرف هنستقبلك على ضوء المدينة بالورود يا سيدي انا اتشرف لانك انت بتقول في حاجة اسمها مطروح هنا بتشير بصابعك او بالبنان زي ما بيسموها ان في حاجة اسمها مطروح مطروح تاريخيا عصرة الحرب العالمية الثانية وليها مجالها طبعا تاريخ طويل ومهم. انا بشكرك يا شيخ عمران نورتني وشرفتني واسعدتني وجملتنا كمان بكلامك الرائع والجميل. الله يخليك بشكرك يا شيخ عمران تعيش ربنا يخليك يا رب. الشيخ عمران النقاشي احد كبار مشايخ وعمد مطروح.